السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل، رفع الله قدرك. أحبك في الله يا سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أبي عم الشيخ أبي رحمه الله توفى منذ عدة سنوات. والله يرحمه رحمة واسعة. آمين يا رب، آمين يا رب. آخر مرة عم الشيخ شفته فيها قال لي اقرأ لي سورة ياسين كل يوم خميس. فأنا بقرأ سورة ياسين كل خميس، فهل أنفذ الوصية بتاعته ولا الدعاء أفضل له؟ شوف يا أخي الكريم، لا تنبني على الرؤيا أحكام شرعية. لا يا شيخ، ده في الحقيقة آخر مرة شفته فيها في الحقيقة، آخر مرة هو مسافر سلم عليا وقال لي اقرأ سورة ياسين كل خميس. أيوه قبل ما يموت، وبعدها ما شفتهوش تاني. أيوه توفى رحمة الله عليه بعدها بشهر. وده كان اخر كلام بيني وبينه. والله ان احببت ان تفعلها فعلتها، وان احببت ان تترك فلك مسوغ للترك ايضا، والله اعلم. طب عم الشيخ، القران يصل الى الميت ثوابه؟ يعني هل يجوز ان اقرا مثلا ختم القران مثلا واوهب صوابها لابي؟ الاصل ان ذلك لا يصل، لان الله قال: وليس للإنسان إلا ما سعى. إلا أمور وردت بها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، النصوص أمور تنفع الميت بعد موته وليست من سعيه، بل هي من سعي غيره، تستثنى من الآية الكريمة أو تفهم الآية الكريمة على وجهها الصحيح. ما معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ من معاني ليس للإنسان إلا ما سعى أنك يا ابن آدم لا تطالب إلا بسعيك، لكن إذا تفضل الله عليك بشيء آخر فالله صاحب الفضل. كمثلا أنت تعمل عند شخص، ولله المثل الأعلى، الشخص قال لك: إذا أطعتني، إذا عملت لي كذا وكذا فلك من الأجر كذا، الحسنة بعشر أمثالها عند الله، فأعطيت الأجر. لكن صاحب العمل بعد ذلك أعطاك من فضله ما شاء أن يعطيك، فلا بأس بذلك. فقوله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى، ليس الإنسان أن يطالب إلا بسعيه، لكن إذا تفضل الله من فضله الواسع وهو الكريم سبحانه بعطاء لا رد لهذا العطاء. جاءت نصوص تفيد انتفاع الميت ببعض سعي غيره، مثل صلاة المصلين على الميت ليست هي من سعي الميت، ليست هي من سعي الميت، ما صلى عليه ألف شخص. دعاء الناس للأموات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. كذلك أبواب الشفاعات، وصلت هذه الأمور المستثناة إلى ما يربو عن 20 مسألة يصل للإنسان فيها سعي غيره، فالذي وردت به الأدلة نحن معه. لكن نرجع نسأل: هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا ووهب ثوابه للميت؟ لم يرد ذلك في سند ثابت مع كثرة الأموات الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.